السلام عليكم، أسعد الله أوقات الجميع وأهلا وسهلا. اليوم جونا حلو ما شاء الله ويسمح للرياضة وللمشي، فطرت علي قصة خفيفة لطيفة حبيت أني أقوله لكم. فأحيانا بالسناب قليل أدخل وقليل أصور. أشاهد من هذا الحديث في أحد دول أوروبا، فرنسا بالتحديد، قديما صارت عندهم انتكاسات اقتصادية، فأمر الملك كإجراء تغشفي بمنع النساء من لبس الذهب والحلي، فصارت مظاهرات وفوضى واعتراضات واعتصامات من النساء ومن التجار، تجار الذهب، إن هذا قرار جائر. فتورط الملك، فجمع المستشارين والوزراء اجتماع طارئ وطرح لهم هذه المسألة. فبعضهم قالوا أنه نتراجع عن هذا القرار لدرء المفسدة، والبعض الآخر قالوا لا، ما نتراجع عن القرار، إذا تراجعنا فهذا محل ضعف ويجب أن نريهم قوتنا نحن الدولة. فقال الملك على هونكم على هونك، أصبر، ارسلوا لي إلى حكيم المدينة. وجاء الحكيم وطرح عليها القضية بالطاولة وقال وش نسوي. فقال الحكيم يا الملك، الشعب ما يطيعك ما دام هذه قراراتك. قال طيب أجل نتراجع عن القرار. قال لا، لا تراجع عن القرار، ولكن أصدر قرار أنه يستثنى النساء القبيحات أو النساء من كبار السن من لبس الحلي لتعويضهن على النقص اللي يعني إن وجه مثلا ذميم كذا فتعوض بالزينة، أما النساء الجميلات والفتيات فهن ممنوع عليه اللبس الحلي. مجرد ما أصدر القرار كل النساء رمن الحلي تعوذنا من الشيطان. الخلاصة من هذه القصة أو شاهد من هذه القصة، إذا تبي تسوي أي شيء أو أي قرار لازم تفكر بعقول الآخرين عشان تكون لك نافذة كيف تعطي القرار الصحيح، مو مجرد بس تفكر بنفسك تكون فيه أنانية، لا، أيضا تفهم طبيعة